الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم ونبارك على النبي الأمين قاد غر المحجلين ميمين بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، ما تصلي عليه حبيبي رب العالمين. أهلا ومرحبا بكم جميع مشاهدي ومتابعي قناة أعرف دينك. الله أسأل كما جعلنا في هذه الدنيا على طاعته ألا يحرمنا يوم القيامة من مستقر رحمته. معنا قصة النهاردة من أصعب مما تتخيل. كنت بروح المسجد، فكان في شاب مشهور عنه ان هو بيعصي الله عز وجل وبيتباهى بالمعصيه. فكنت رايح للمسجد فمريت بيه، فكان يعني قاعد مع اصحابي يعني، فبقول لهم يلا يا جماعه نقوم نصلي، فما حدش سال فيا بصراحه. فجيت عند الشاب ده بالذات قلت له ما تقوم نصلي، قلت لهم يلا خلينا نقوم نصلي. فقال لي لا طب سيبني انا يا شيخ. فاصحابه بيتريقوا عليه قالوا فلان يصلي، قلت لهم طب والله في الخير وهيقوم يصلي، بالله عليك ما تكسفنيش وهم معايا يعني بصراحه. قام معايا واتكسف، رحنا صلينا. هو كان صلاه العصر انا مش ناسيها ابدا. وبعد ما صلينا العصر قال لي يا شيخنا انا عايز اقعد اتكلم معاك في موضوع مهم جدا. سبحان الله، الوجه الذي ذهب به لصلاه العصر مختلف عن هذا الوجه الذي رجع به من صلاه العصر. فقلت له تحت امرك. قال لي طب ممكن اخر النهار يعني انت نازل كده بعد شويه؟ قلت له عينيا. فنزلت قبل صلاه المغرب فناديت له فقعدت معاه، قلت له خير في ايه؟ قال لي بصراحة أنا واقع في مصيبة. قلت له خير؟ إيه اللي حصل؟ قول لي في إيه؟ قال لي أنا واقع في مصيبة كبيرة، أنا أبويا متجوز اتنين وبصراحة أنا بزني مع مرات أبويا. قلت له إيه؟ بتزني مع مين؟ قال لي بزني مع مرات أبويا. في ساعتها على طول سألت الله عز وجل الثبات من عنده، تمام كده؟ لازم أهدى عشان أعرف أرد عليه وأعرف أفكر هعمل إيه؟ أول حاجة فكرت فيها إنه لازم يبعد عن المكان اللي هو فيه، المكان بتاع المعصية، المكان اللي وقع فيه في الزنا مع الست دي، لأن النهاردة هو لو تاب ولسه الست دي قدامه تخيلوا هيعمل إيه؟ هيقع برضه في نفس المعصية معاها، فلازم أبعده عن المكان ده. فعرضت عليه أمر، قلت له بص تعالى نتفق على حاجة، قال لي اتفضل. قلت له أنا هودي زوجتي أو أهلي عند أهلها، وأنت هتيجي تقعد معايا في البيت. قال لي إيه؟ قلت له بقول لك أنت هتيجي تقعد معايا في البيت وأنا هودي زوجتي عند أهلها، مالكش دعوة. انا عايز ده، كل هدفي ان انا يروح معايا ويجي معايا ويتحرك معايا ويبعد عن البيئه دي، نروح للمسجد سوا، نرجع سوا، يشوف شغله سوا. وفضل الله عز وجل في فتره قصيره جدا لقينا له شقه وتزوج ومعاه اولاد دلوقتي، تمام كده. السؤال ليا وليك النهارده، لو انت النهارده بخلت بكلمه انك تأمر بالمعروف او تنهى عن المنكر لحد، كان ده ممكن يبقى مصيره ايه؟ لكن بفضل الله عز وجل تحولت حياته من بيئة المعصية اللي هو كان فيها وبيقع فيها كل يوم في هذه الكبيرة، ان هو رجع ولحقناه ورجع تاني. عشان كده في سؤال مهم لي وليك، اخبار الكلمة عندك ايه؟ ان العبد ليتكلم الكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفع الله عز وجل بها درجات. الكلمة محتاجين الكلمة انك تقولها في مكانها وفي وقتها، بس المين محتاجين النهاردة ان كل حد فينا وقع على معصية نمسح عليه ونطبطب عليه ونخليه يرجع عن هذه المعصية ويتوب الى الله عز وجل. كتير زي الشاب ده واقعين في المعصية، وكتير منهم محتاجين ان احنا نفتح له الباب، باب التوبة. اوعى تقفل باب التوبة في وش حد مهما كان معصيته، على زنا او خمر او مخدرات او اوعى، لعل الله عز وجل أن يتوب عليه وأنت تكون سبب في توبته ده. لن يهدي الله عز وجل بك رجلا خير لك من حمر النعم، ده كلام النبي، ما تصلوا عليه. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.